جميل. في مبادرة تستحق التشجيع، نظم الفنان يزيد رفقة مجموعة من المتطوعين برياض الفتح بالعاصمة حملة تطوعية من خلال تقديم فحوصات طبية ونظارات للأطفال الذين يعانون من نقص في البصر. التفاصيل مع يونس غماري. نظارات وفحوصات مجانية استفاد منها الأطفال المعوزين برياض الفتح بالعاصمة. الحملة التطوعية تحت إشراف عم يزيد ومجموعة من المتعاونين الخيريين. في العملية الخيرية اللي صارت مع عمو يزيد باقتراح من عمو يزيد اللي اتصل بشركة سيفو الجيري فيليال من شركة إيسيلون انترناسيونال بالجمعية الخيرية فيجن فور لايف، وكنا متحمسين باش نقوموا بأول عملية من هذا النوع في الجزائر. أنا شخصيا كبرت معايا، لماذا؟ لأني عشتها مع بنتي، بنتي كانت صغيرة كانت ما تشوفش، كانت النتائج تاعها غير مستقرة، ما عمرنا ما عرفنا. إذن درنا وقت باش عرفنا، إذن قعدت لي في الذهن نتاعي وربي وفقنا اليوم. التجربة التي مر بها عمو يزيد أوحت له بفكرة مساعدة الأطفال المعوزين من خلال تقديم نظارات وفحوصات طبية مجانية. هذه مبادرة يعني درناها لتشخيص مشاكل تاع النظر عند الأطفال الصغار. هناك إقبال كبير من الجزائريين لهذه المبادرة، وإن شاء الله نقدروا نجوزوا كل الأطفال اللي راهم هنا. اشتهى في الشروق كنت نشوف حتى شتا عمو يزيد يحكي باللي نهار الجمعة 11 مارس اللي حد يدير حفلة ويدير نواضر الدراري. الأطفال والأولياء لبوا دعوة عمو يزيد وحضروا يزيدوا محبوب يزيد يشرف على عمل الفحص مرحلة بمرحلة. شوف في شروق تي في جيت لهنايا باش ندير نوادر، لحقت به روطار وعاودوها لنا ان شاء الله. جبنا الدراري ينحوا شويه على خاطرهم، سمعنا باللي عمو يزيد دار لهم حفله غراتويت، الوغ فوالا اون بروفيت بوغ امني لي زونفون. التظاهرة اختتمت بحفل بهيج أحياه الفنان عمو يزيد، قدم خلاله أغاني بريئة ومجموعة من النصائح للأطفال.